النهارده عندنا فخده كامله بلعت، وهنا عندنا فخده شلنا منها الموزه وخليناها من غير ما نقطع الفخده، تانل بونينج او بنعمل زي نفق كده فيها ونشيل العظمه ونخليها زي ما هي. هنقول مقادير اول وصفه. عندنا فخده ضاني بالعظم، عندنا نص كوب بصل اخضر شرايح، نص كوب ثوم مفروم، 3 معالق كبيره بشر ليمون، 2 معلقه كبيره زعتر، 1 كوب زيت زيتون، ربع كوب عصير ليمون، 4 معالق صغيره ملح، 1 معلقه كبيره كزبره، 1 معلقه كبيره شمر، 1 معلقه كبيره كمون، 2 معلقه صغيره فلفل اسود، و1 ونص معلقه صغيره قرفه مطحونه. بالنسبة لوصفة الفخدة المخلية، عندنا 1 فخدة ضاني مخلية، 500 جرام فطر يكون بني، بس طبعا ممكن نستعمل الأبيض بس البني طعمه بيبقى أقوى. 1 معلقة كبيرة زبدة، 3 معلقة كبيرة زيت زيتون، 1 بصلة مفرومة، 2 معلقة كبيرة توم مفروم، 500 جرام سبانخ معمولة سوتيه، 2 معلقة صغيرة ملح، 2 معلقة صغيرة فلفل اسود، 1 معلقة كبيرة زعتر فريش، 1 معلقة كبيرة روزماري فريش، و1 كوب توست ابيض مطحون. نبتدي بالفخدة بالعظم. هنحط المقادير كلها في الكبة وهنعمل منهم زي معجون. حطيت البصل الأخضر، ثوم، بشر الليمون، ملح، روزماري والبهارات، وهحط عصير الليمون وأضربهم مع بعض، وبعدين هزود الزيت بعد كده. ونزود الباقي ونضربهم كويس مع بعض. وأحطها على الفخدة الكاملة وأحط عليها التتبيلة. أوكي. ودلوقتي أجيب صينية، الصينية عليها شبكة لأن ده هيساعد إن الفخدة تستوي بتساوي أكتر، لأن الحرارة بتاع الفرن هتبقى دخلالها من تحت كمان. الفخدة بتسوى على الناشف، يعني من غير مرق أو أي سائل، وبكده الفخدة الأولانية بتاعتنا جاهزة، فاضل بس إن هي تدخل الفرن. أحط الطاسة على النار علشان تبتدي تسخن. أول حاجة هعملها هحمر البصل، مش هحمره يعني هشوحه، مش عايزة ياخد لون، بس هخليه يدبل، وأول ما يبتدي يتشوح. أوكي، كده البصل خلاص بقى جاهز. هنحط الزبدة. اوكي، دلوقتي احط المشرومز، وانا مش عايزة اسويهم، انا بس عايزة اقلبهم ويستووا نص سوا، لان هي لسه هتدخل طبعا مع الفخدة الفرن حوالي ساعتين، فاي حاجة هتستوي جوه، خصوصا دي يعني خضروات بتستوي بسرعة. السبانخ اوريدي معمولة سوتيه، فمش هتاخد حاجة على النار، مجرد بس بنضيفها عليها. هحط الثوم، السبانخ، وهاخد كل ده على جنب هنا، تالي هحتاج بولة أكبر. هحط الحشو هنا، هقلب معاه
التوست المفروم. وهنضيف البيضة علشان تمسكهم في بعض. هجيب الفخدة المخلية الأول، عايزة أحط عليها شوية، خليني أحط عليها الملح والفلفل في الآخر. زي ما احنا شايفين ده الفتحة اللي احنا عملناها امبارح، فيها شلنا منها العظمة، وأبتدي أحط الحشو. هستعمل إيدي عشان أعرف أدخله للآخر. هنخلي قطعة الدهن من فوق، فممكن على طول بنسويها بالشكل ده. هحط ملح وفلفل. الصينية اللي زي ما احنا شايفين كلها العصائر المكرملة بتاعت الفخدة. ودلوقتي هاخد الطاسة الصوص اللي حضرناه في الطاسة بالراحة خالص لأن الصينية سخنة. هحط معاه شوية مرقة كمان، ودلوقتي نحط معاه معلقة من البرمانيين ونشوف لو احتاجنا تاني. وده هيكون الصوص اللي هنقدمه مع الفخدة والكسكسي. هنقلب الصوص على النار لحد ما يبتدي يدخن.